قانون الموازنة أقر استقطاع 3% من الرواتب وتراتب الموظفين والمتقاعدين لصالح النازحين والحشد الشعبي. هاي 3% 40% منها أي 1.2 للنازحين و 1.8 للحشد الشعبي. نحن لم تصلنا الأموال في الشهر الأول ولا في الشهر الثاني بسبب لماذا؟ لأن تعليمات تنفيذ الموازنة أصلا صدر في الشهر الثاني، لم تلحق وزارات العمل بها. في الشهر الثالث بدأ وزارة المالية تستقطع من الوزارات الأخرى وتحولها. متى حولتها؟ حولتها في الشهر الرابع. في الشهر الرابع عندما حولتها نحن بدأنا بماذا؟ بدأنا بتوزيع 250 ألف دينار لكل عائلة، ولكن هذه الأموال لا تكفي 600 ألف عائلة مرة واحدة. بدأنا ب 200 ألف عائلة، الشهر الثاني إن شاء الله سوف نوزع أيضا 200 ألف عائلة، يعني هذا نهاية هذا الشهر سوف نوضع أيضا 200 ألف عائلة، وبعدها نوزع أيضا 200 ألف عائلة، نوصل إلى 600 ألف عائلة الموجودة لدينا. بعد ذلك يجي سرى للعوائل التي استلمت أول مرة، يعني هكذا كل شهرين أو ثلاثة شهور تأتي الدور. ولكن لحد الآن لم نكمل كل 600 ألف عائلة، أي لم نؤمن المبلغ، لأن الاستقطاع تدرون والاستقطاع ليس مبلغا كبيرا صراحة.